أهلا بكم إلى حصاد الظهيرة، إليكم أبرز العناوين. صعيداني يعد بحملة انتخابية نوعية للمترشح بوتفليقة، واختفاء أزيد من 100 مترشح دون سابق إنذار يثير التساؤلات. اجتماع ثلاثي بين الوظيفة العمومي ووزارتي التربية والمالية للنظر في مخلفات طلبات التربية قريبا. ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية، والفاوض الجمهوري لسوء الأحوال الجوية في البلدان المنتجة. وفي الحصادية الظهيرة تتابعون انتشار رهيب للسماعات الهاتفية وسط الجزائريين، وأطباء يحذرون من عواقبها على الأذنين. أهلا بكم للتفاصيل. اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار صعيداني أن من يرفضون الاحتكاك بالصندوق في الانتخابات الرئاسية المقبلة هم من يشككون في شعبيتهم، ومشددا على أن الشعب هو من يفصل في من سيحكمه. وجاء هذا على هامش ندوة وطنية للشباب والطلبة أقامها الأفلام بفندق مازافرون. أحمد حفصي رصد التالي. الذين يريدون الهروب ولا يريدون الذهاب للصندوق لحكم الصندوق هما ناس يشككون في شعبيتهم، ولذلك فمرشحنا مرشح مقدم أمام الشعب الجزائري الذي هو الحاكم طبقا للدستور، والشعب الجزائري هو الذي سيحكم على مرشحنا وعلى المرشح الآخرين. جدد الرجل الأول في الحزب العتيد الأفلان عمار صعيداني أن حزبه مجند للقيام بالحملة الانتخابية لصالح مرشحهم عبد العزيز بوتفليقة، ومؤكدا أن من حق دعاة التزوير أن يراقبوا أصواتهم. أحمد حفصي ثانية. كلنا نقوم بالحملة الانتخابية، من ترشح عليه أن يجند ناسه ويكون في الصندوق ويأخذ أصواته بالمحضر ويحاسب نفسه بالمحضر أمام الشعب الجزائري. حينما نقول صندوق 117 في الجلفة، 117 في الجلفة فيه المرشح فلان وفلان، يأخذ البي في عنده 317 صوت، يدي 317 صوت نتاعو ويعدها مع وهران ويعدها مع الجلفة ويعدها مع مسيرة ويعدها مع الآخرين. إذن حينما يكون المرشح له الحق بأن يحضر في كل الصناديق فلا أعتقد أن إنسان يقدر يتكلم على تزوير. هذا ورفع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار صعيداني عدة مطالب للرئيس القادم، ومنها إقامة دولة مدنية علاوة على منح السماح للأحزاب بالنشاط في إطار ديمقراطي. ما نريده نحن كحزب سيكون في ورقة فيها ليس الحديث غير عن نائب رئيس وغيره، الحديث عن دولة مدنية فيها في الدستور تغييرات تسمح ببناء دولة مدنية كما قلت في المستقبل إن شاء الله، وستكون الدولة أكثر ديمقراطية، فيها الفصل بين السلطات، فيها العدالة حرة، فيها الصحافة حرة، وفيها الأحزاب تعمل بكل حرية مثل ما نعمل نحن الآن. من جهته اعتبر سفيان جلالي رئيس حزب جيل جديد أن موقف مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة سيتخذ مسارا آخر بالانتقال من المقاطعة النظرية إلى المقاطعة العملية التي تبنى على منهج سلمي وفق ما تنص عليه الأعراف الدستورية، مؤكدا في ذات السياق الشعارات التي رفعها المتظاهرون ضد العهدة الرابعة ما هي إلا شعارات تلقائية شخصية. جلالي سفيان في اتصال سابق. المقاطعة إن شاء الله تكون يعني تعبير على برق فقدان الشرعية لهذه الانتخابات، الطرق والمنهج يكون دائما في إطار سلمي وقانوني، في إطار حرية التعبير وحرية التحرك اللي نص عليها الدستور، يكون نشاط ويكون تعبير إيجابي، ما نقعدوش يعني إلا في المقاطعة يعني نظرية، نصبح في مقاطعة عملية. رانا في اتصال مع الأحزاب المقاطعة الأخرى، ورانا في حوار ونقاش، وإن شاء الله في هذا الأسبوع تبدأ العمليات الميدانية، نظهر يعني ما هو الموقف نتاعنا أمام رأي العام. عندما نقول لا للعهدة الرابعة يعني لا لهذا النظام، شيء يعني طبيعي جدا، ما تغيرتش اللهجة. درك الإخوان كاين تظاهر هذا تلقائي، وهما مواطنين ما عندهمش يعني شعارات ملزمة، ولا كل واحد يعبر على الرأي تاعو. سياسيا دائما تتجه الأنظار هذه الأيام إلى المجلس الدستوري الذي بشر عملية دراسة ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة للفصل في القائمة النهائية التي ستنافس على كرسي المرادية والتي ستدوم 10 أيام. سيد أحمد هدي برصد لنا الخطوات المتبعة من قبل هيئة مراد مدلسي في غربلة ملفات المترشحين.
بعد انتهاء مرحلة إيداع ملفات الترشح لرئاسيات أفريل 2014، ينتظر أن يشرع المجلس الدستوري في دراسة ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية، أين من المنتظر أن يتم الفصل في هذه الملفات، وذلك خلال مدة 10 أيام كحد أقصى. بالنسبة للملف الإداري يدرس طبعا دراسة معمقة، يعني كل وثيقة يحتويها الملف طبعا التي تدرس لازم ينظر فيها، يحقق فيها إلى آخره إلى آخره. بالنسبة للمرحلة، بالنسبة للجند الثاني وهو جانب طبعا دراسة الاستمارات، وهذه العملية هي التي تتطلب وقتا. غربلة المجلس الدستوري لملفات المترشحين ستكون مبنية على المادة 73 من الدستور، والتي تحدد الشروط الواجبة توفرها في أي مترشح للرئاسية. هذه الشروط هذه نجدها محددة في المادة 73 من الدستور، أن يكون طبعا هذا المترشح يعني جزائري الجنسية أصلا، أن تكون زوجته جزائرية أو أن يثبت أن زوجته جزائرية، أن يدين بالإسلام، أن يكون عمره 40 سنة، أن يثبت مشاركته في الثورة إذا كان مولود قبل يوليو 1942، أن يثبت عدم تورط والديه في ثورة التحرير الكبرى 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942، ثم الشرط الأخير هو أنه يصرح بالممتلكات. فبين آمال بعض الأسماء المرشحة في الحصول على تأشيرة المجلس الدستوري، تبقى أسماء أخرى مرشحة للخروج من السباق الرئاسي. دائما في ملف الرئاسيات، وبإعلان المجلس الدستوري عن القائمة الرسمية للمترشحين الذين أودعوا ملفاتهم لدى هيئة مراد مدلسي، والذين بلغ عددهم 12 مترشحا، تطرح تساؤلات عدة حول أكثر من 100 شخصية أعلنت دخولها معترك الرئاسيات لكن لم يظهر لها أي أثر. المزيد في سياق تقرير منى مالك. سارعت العديد من الشخصيات بسحب استمارات الترشح لخوض غمار رئاسيات أفريل 2014 وجمع التوقيعات، ففي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات الرئاسية الجزائرية، تقدم مرشحون من نوع آخر جعلهم حديثي العام والخاص طيلة أزيد من شهر قبل انتهاء آجال إيداع الملفات لدى المجلس الدستوري، على شاكلة جمال سعدي، حفيفية عياشي، محفوظ عدول، غواط مسعود، الأخضر بن زاهية، صالح سواكر وغيرهم. ترشح للمشاركة السياسية التي منها الترشح للمناصب أي منصب في الدولة، والانتخاب على هذه المناصب هو حق يكفله الدستور وحق تنص عليه قوانين قانون الانتخابات. الذي لا يعرف إلا النشيد الوطني مترشح، والذي لا يعرف الجزائر مترشح. ومنهم من لم يستطع جمع العدد المطلوب من التوقيعات، سواء رؤساء أحزاب فتية أو شخصيات أو من فضل دعم مرشح آخر. ترشح فيه شروط، ومن بين هذه الشروط أنه يجب أن يحضر كم معين من التوقيعات، فهؤلاء فاقدوا شيء لا يعطيه، لا يمكن أن يجمعوا حتى أصوات عائلاتهم وأصدقائهم وأقاربهم. غير أن الحظ لم يسعف الجميع، حيث تمكن 12 مرشحا فقط من مجموع تجاوز 130 مرشحا من استيفاء الشروط القانونية في انتظار غربلة المجلس الدستوري. إلى موضوع آخر، ومن المنتظر أن يعقد اجتماع ثلاثي خلال الأيام القليلة المقبلة بين الوظيفة العمومية ووزارة المالية ووزارة التربية بهدف تدوين ما تم الاتفاق عليه مع النقابة في محضر مشترك لإزالة كل الغموض والعقبات التي واجهت مديريات التربية، حيث كشف المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي أن الاجتماع من الضروري جاد أن يعقد نظرا لتجاوزات بعض مديريات التربية. نعم، إلا هناك بعض من مديريات التربية إلى حد الآن لم تطبق المحضر المشترك بين الاتحاد الوطني ووزارة والوزارة الأولى أي الممثلة في المديرية العامة للمواظيف العمومية. بعض هذه المديريات التربية تتحجج بعدة احتجاجات، هناك من يتحجج بعدم توقيع وزارة المالية لأن الرقابة المالية لم تؤشر على ذلك، وهناك من يتحجج على أن المديرية العامة للوظيفة العمومية لم تبرق لمفتشيات الوظيفة العمومية، مما يستوجب على الوزارة الأولى التدخل في أقرب وقت
لتفعيل المحضر المشترك الموقع بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمديرية العامة للوظيفة العمومية في كل مديريات التربية، ولا يكون حكرا على بعض مديريات التربية فقط والبعض الآخر يرفض ذلك. كما أكد مسعود بوديبة المنسق العام للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع بخصوص عملية استدراك وتعويض الدروس أن كل المؤسسات التربوية الموزعة عبر كامل التراب الوطني عقدت مجالس علمية حتى تدرس منهجية التعويض حسب خصوصيتها قصد التوصل إلى مواقيت يقبلها التلاميذ لعملية الاستدراك. ضرورة التكفل بالتلاميذ وبضرورة استدراك الدروس الضائعة خدمة لمصلحة التلميذ، ولذلك فالأساتذة على مستوى المؤسسات التربوية عملوا في إطار مجالس التعليم وفي إطار التشاور مع التلاميذ على إيجاد طريقة مناسبة، طريقة بيداغوجية تسمح لاستدراك الدروس الضائعة مع التلاميذ دون التأثير على يعني الحجم الساعي ودون يعني المساس براحتهم. ونظن بأن الأمور لما تكون بالاتفاق مع التلاميذ فإن الأمور سوف تكون عادية واستدراك الدروس سوف يكون عاديا. قالت منظمة الأغذية والزراعة فاو أن مؤشر أسعار المواد الغذائية ارتفع بنسبة 2.6% خلال شهر فيفري، وهو أكبر ارتفاع منذ منتصف عام 2012. وأرجعت المنظمة السبب إلى سوء الأحوال الجوية في البلدان الرئيسية المنتجة للغذاء بالإضافة إلى المخاوف الأمنية وزيادة الطلب على المواد الغذائية. وأشارت منظمة الفاو إلى أن السكر والزيوت والحبوب ومنتجات الألبان سجلت أقوى زيادات منذ جانفي الماضي، في حين ارتفعت أسعار القمح والذرة بعد التطورات الأخيرة بين أوكرانيا وروسيا. وتنذر هذه الأرقام من منظمة الفاو من استمرار موجة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية وبالتالي تأثيرها على السوق المحلية، باعتبار أن الجزائر مستورد بشكل شبه كلي للمواد الغذائية. تنتظر الجزائر رهانات اقتصادية كبيرة تحتم عليها التطور في جميع القطاعات وأهمها قطاع الفلاحة الذي أطلقت عليه مشاريع كثيرة للنهوض به، لكن الظاهر المشاريع لا تكفي لوحدها. المزيد في تقرير محمد سعدوي. لإحداث قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني لابد من النهوض بقطاعات كثيرة خارج قطاع المحروقات، وهو ما دعا إليه الوزير الأول مؤخرا، ولعل أهم قطاع يجب تدعيمه هو الفلاحة الذي يعتبر أساس أي اقتصاد. لما نجي نحكي على قطاع الفلاحي مثلا، هناك بعض المنتجات المنافسة، نحكي تمور، نحكي على الحوامض، نحكي على بعض المنتجات اللي هي ممكن تكون منافسة ولكن يجب دعمها. أنا نقول أن الدعم في الدول المتقدمة كبير جدا، احنا الأقل دعما يجب دعم هذا القطاع الفلاحي مثلا للوصول إلى مستويات تنافسية في المستقبل. الجزائر أطلقت عدة مشاريع على غرار الامتياز الفلاحي والشراكة مع الأجانب، لكن النقص في القطاع لا يزال كبيرا، فالفلاحون يعانون العديد من المشاكل يأتي على رأسها التخزين والتمويل. مشكلة التخزين هنا عندنا دائرة كاملة بنزياد وكاينة بوجريو وكاينة ملحة، هادو كل ما عندهمش وين يخزنوا يمشيو واحد 20 كيلو. المعادلة الفلاحية تتبنى على الفلاح وعلى وسائل الإنتاج والإنتاج. الهدف تاع الدولة ولا الهدف تاع المواطن هو توفير الإنتاج. لكن احنا الخلل الكبير اللي موجود هو في وسائل الإنتاج. التهاب تاع أسعار كبير، التهاب كبير بزاف، التمويل منعدم. الجزائر تسعى الولوج للمنظمة العالمية للتجارة وإلى قطع تبعية الاقتصاد الوطني لمداخيل المحروقات، مما خلق رهانات كبيرة قد يحل النهوض بالقطاع الفلاحي الكثير منها. تعرف التجارة الإلكترونية في عصر النظم المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة رواجا كبيرا، حيث عرفت الجزائر ظهور أول موقع للتجارة، وهو ثمرة لأحد الشباب الواعدين في هذا المجال الذي يكاد أن يصبح وسيلة تسوق حتمية، إلا أن المواطن الجزائري يبقى متخوفا منها لغياب القواعد التشريعية والقوانين التي تضبط هذا العمل. التفاصيل مع محمد شوقي علاك وكمال جفال. الكثير منا كان يعتقد أن التسوق عبر الأنترنت درب من الخيال، لكن اليوم بظهور القدرات الشابة وحسن استغلال التكنولوجيات الحديثة أصبح من الممكن القيام بذلك من المنزل وبدون أي عناء. يقدم أول موقع للتجارة الإلكترونية في الجزائر جديني خدمات متنوعة
توفر للمستهلك أكبر قدر من المنتجات. كريت لونتربريز غيديني اللي تجيري لوسيت غيديني.com، هي أول شركة للتجارة الإلكترونية في الجزائر. مبدأ العمل تاعها نخدمه مع الفورنيسور ولا مع المصنعين ونشجعوا بوكو بليس لبرودوي ناسيونال، اقترحوا باش للمصنعين باش يديروا لي بوتيك أونلين عندنا في السيت تاعنا، يونفا لو كونسوماتور ولا لو سيتوان يقدر يشري لي برودوي تاعهم اترافير لو سيت تاعنا. وسيلة من شأنها تشجيع الإنتاج المحلي، خاصة مع إعادة تفعيل القروض الاستهلاكية. حاجة سهلة، يدخل الموقع يشوف لي مارك ولا يشوف لي برودوي، إذا صاب أن برودوي يحوس عليه يدير لا كوموند أونلين ويخلص. بور لو مومون كاين لي موايا ستوندار دو بايمون سوا بار فيرمون سي سي بي بونكير بار شيك، وكاين عندنا سارتان كليون اللي يقدروا يخلصوا على ليفريزون، لازم تكون عندهم اون كارت دابونمون دو فيداليتي. غياب القواعد التشريعية والقانونية لتسيير التجارة الإلكترونية تبقي المواطن الجزائري متخوفا من استعمال هذه الوسيلة في التسوق واقتناء حاجيته من مواقع الأنترنت رغم المزايا الكثيرة التي تقدمها. والآن نذهب بكم مشاهدينا إلى الإطلالة الدولية مع سارة صداقي. قتل نحو 20 مقاتلا من المعارضة المسلحة في معارك يبرود بريف دمشق صباح اليوم، في حين يشهد مخيم اليرموك اشتباكات بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة بعد انهيار الهدنة هناك.